الله أكبر الله أكبر. خربق لك البروغرام. أنا شي خربق لي بعد نهار الخميس ملي سمعت المشكل عنده وداك الشيء صافي الصباح قال لي هو في هذا مشينا الحاجة. فاش غنمشي عند الفقيه ونقول له عطيني اسمي هاك سميتي وسميت امي، غنمشي عنده نعاود ليه مثلا انا راه كنت خدام واحد الفقيه مشى عنده هذا الفقيه المزاح بحال الفقيه مشى عنده واحد السيد ما كي عنده المحل ديال الخدمه ما كيخدمش فيه، مشى عنده قال انا ما كنخدمش. قال لي علاش؟ قال لي ما كنخدمش، عندي العكس. عندي العكس، هو يعطيه كتاب، كتب لي كتاب باش تفهمي انت واحد هذه فاهمة غزة. عطاه كتاب طواه قال لي هذا سير ديرو تحت الكرسي غتبقى مريع عليه من 7:30 ديال الصباح حتى 9 ديال الليل، إلا تحركتي تبطل. مشى ريح دار الحجاب وريح ولا خدام، لأن باش تمشي عند فقيه وتقولي ليه أنا راه عندي تعطيل الزواج، أنا عندي سحر فلان فلاني وعندي سحر كذا وعندي سحر كذا سحر، فمن يقول لك سميتك وسميت امك ولا يقول لك غير سميتك ولا سميت امك، راه ماشي يقول داك الشيء اللي كيبان ليه هو، راه داك الشيء اللي قلتي لي انت تيقول لك هو داك الشيء بناء على داك الشيء اللي قلتي. مثلا انت تقول انا عندي سحر تعطي الزواج وكيجوني الخطاب وكيجي الخطيب الاول والخطيب الثاني والثالث والرابع وهو يهز لك الخطوه يقول لك انت راه عندك التابعه وعندك العكس وعندك العارض. هذاك العارض خاصك تجيب لنا لا واحد فروج كحل وفي ريش احمر ومعزة ودفني وديري وتفعلي وتركي. اول حاجه اللي كيمرض بها الانسان اللي كيمشي عند المشعوذين راه ماشي الجسد، بسيشيك مو كيمرض، نفسيا كيتحطم. لا لا البارح راه ماشي حطمني، راه جايه وواحد الحاله ما تصورش، وتصور انا ما كنوضش يمكن الله يدا مع 8 الصباح اختي الغدا والله يسمح لي قلت الراجل ديالي انا قلت لي انا غدا غل ما عارفه هو توا زعما انسان تعرف الله بينه وبين الله قلتي عليه وهنا الله تيقول النبي نعم. تيقول ما من امرأة خرجت وهو واحد قاصح لك اسمعي لي ما من امرأة خرجت من بيتها بدون إذن زوجها تلعنها الملائكة حتى ترجع. دابا انا ماشي انا خرجت بالإذن ديالو ولكن بالكذبت عليه غنمشي لا دخلت بالاذن هي مخرب هو الاذن مخرب. دابا المشكل انا ما كنعرفش نكذب، كنجي كنبقيت كنضحك بقى كيشوف فيا هو قال لي شي حاجه درتيها ما نكذبش عليك عارفني انا ملي كنتهز من جهه ولادي ما كتبقاش تبان لي حتى شي حاجه. ولكن الانسان ويا انا هذا المشكل عارف الغلط في مرتبه الام ديالي. ربي يخليك الله يجازيك بخير. الانسان الله يجازيك بخير راه ما كان لله دان واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. حنا قدر الله بغيتي تمشي تزوجي ولدك ولا بنتك مشي عند فقيه كتب لك باش يتزوجوا راه حرام. هذيك العلاقه اللي هي عتبنا على الحرام اصلها حرام، فكيف هي عدوم في دابا انا شتي دابا انا ما مشيتش انا اللي باش نقول ليها كتب لي على بنتي مثلا ولا ولدي غيتزوج، لا داكشي رزق من عند الله. انا اللي غيكتب واحد الحاجه غيكتب غير هو انا ملي مجرد انها كان واحد النقاش بينه وبين الانسان يعني قال لها كاين شي حاجه صافي قلت انا شي حاجه كاين خصني نعرف شنو كاين شنو عند بنتي، المهم غير نعرف شنو كاين شنو هو السبب ماشي انا غيكتب لي والسبب. مني قال لك السبب داكشي اللي قلتي لي انت قبل قال لي توكل قال لي تقاب هذاكشي اللي كنبني داكشي اللي قلتي لي قبل انت قلت لي السميه قال لي السميه قلت لي سميه الام سميه البنت يعني سميه الانسان سميته حتى الام ديالو. من بعد من اللي جيت قال لي قلت ليه راه قال لي وشنو المشكل قلت ليه المهم ها شنو ها شنو قلت انا عاود لك الهضره اللي عاودت لك التليفون. من بعد قال لي بقى كاين واحد 5 دقائق بقى داكشي كيخربق داكشي واحد الفطار هكا هكا قال لي هي عندها توكال وفايته مديره قيه قلت ليها فايت انا راه كنت متبعاه لواحد الراقي في السنه وداكشي لا 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 لا
قلت لي بحال لا باقي عندها. قال لي نعبروا لي انا ملي تجي غتعبريه ليها. وجبد ليا واحد الخيط. تعبريه واحد الخيط جبد ليا واحد زعما انا ربع المرات راه انا كنقول هادشي راه انا كنقول للناس راه داكشي راه والو صدقت انا غادي قدر الله مش افعل. وكيفاش الناس كيعبروا التوكل؟ جبد ليا واحد الخيط. هو العبار راه حرام. جبد ليا واحد الخيط قال لي ها كديري ليها وكديري ليها يعني عبر ليا انا على حسابي ليا ها كديري ليها يعني ها الصباح وهذا وهذا. إلا كان هذا الخيط ناقص إذا أنا باقي فيها كان هو مقال. المهم ماشي حوايج ماشي ديال البورصة داكشي. يلاه كتستغربي أنني دابا عادلت عليها علمية ما كاينش. من بعد قال لي المهم قلت له واخا قلت له هو تقف. قال لي تقف عندها خصها تحيد عندها شي حاجة مدفونة. قلت له إيوا شنو هو الحل؟ قال لي المهم غنعطيك شي عشو بغا تحيد داكشي. المهم ضروري خصها تحيد داكشي ومن بعد ملي غتحيد داكشي عاد غادي تجي عندنا ونعيط على واحد الانسان زهري وهو اللي غادي يقول لنا شنو كاين وشحال من حجاب عندها. دابا هو غادي دابا تجي البنت وعيط على الانسان كيف ما تيقول هو زهري عاد نعرفوا شنو عند البنت حنا. لا غادي يقول لي هذاك الحجابات اللي عندها. دابا الزهري هو اللي غيقول ليه وفينا يلقوا وفينا هو داكشي ديال الفقيه. يا صافي يعني هو هادشي اللي قال لي راه يعني قال انها عندها سكن هذا ثقه. هذا راه خطا. هذا راه خطا كيطيحوا فيه بعض الناس اللي كيقول لك مثلا تشد انسان معاه كتكون كطيح ياك ملي كطيح تبدي تقول له شنو عند فلان عند فلان عند فلان هذاك الشيء لا يجوز. الاستعانه كاينه بالله وحده سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين. صح. فالانسان انا عرفت راسي دارت خطا مع الله سبحانه وتعالى. الانسان راه ولا الحاجه الانسان اللي كيمشي لشي حفره هي غارقة وعارفين غارقة. دابا هو المشكل عارفة غارقة شوية شوية لا الحمد لله. دابا قالت لي قالت لي يا ماما راه وليت مخير وليت الحمد لله كنصلي نصلي الفجر الحمد لله. قالت لي مابقاش رجليك شنو مابقاش كنكسرها الان كنصلي كنرتاح عادي دوك الاعراض كلشي الحمد لله مشى. كنت كنسمع غير الاذان الدم كنبقى ماشي كنزير كنبقى عيني كدمع عليا. حيت الشيطان شنو دار؟ الشيطان مشى عند ماما وسوس ليها. مشى عندي لا بصح مشى وسوس ليها باش تنط هزك وديك عند مشعويد. لا ما تمشيش معايا لا هي ما تمشيش معايا. حنا ما تمشيش هي ما تمشيش. راه قال لك هكا تمشي معايا سميتو ولكن معمر مفكر. راه قال لك هكا عبري ليها. انا دابا قلت لها عطاك الميتر باش تعبري. لا هي غتقول لي بعد مني. دابا انا علاش فاجاه ما بغيتش نقول لها راني مشيت واشنو دخليتها حتى جيت لهنا عاد قلت لها بنتي عطاك الميتر باش تعبري ليها. لا قال لي فهمتي عاد تعبري ليها وعاد دخلي عاد تعاودي تجدي لها المرض انت. كون بغيت نمشي كون نمشي كون بغيت. لا هي من داك النوع على كون قلت لك انا يا هي غير مجرد ملي قلت لك انا مشيت عند باها وبقيت كنضحك وقال لي شي حاجه درتي عارفني انا كيظلم ليا كلشي. قلت لها شنو مشيت عاودي ديك الساعه عاودي يا سيري عيطي على السي احمد هو اللي غيقول. هي فاش هز التليفون راه تعاودي حنا كنحاربوا وي بصح وانت تهزي كاين اللي جرني راه انا ما كنسمعش اللي تيجرني. وانت تهزيها وانت تهزيها وغادي ديرها لان الشيطان اللي هو كان خادم داك داك المشاكل اللي عندها راه ماليش غادي يخرج ويبقى جالس. اقسم بالله وما تقربنا لله حق التقرب وما توكلنا على الله حق التوكل الا احنا كنا في الهويه. هي دابا براسها كتقول لي شوفي راه واحد سميتو كتقولها انت كتقول